بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلاب الكرام، نواصل مع شرح مقرر التحكم الآلي، ونحن بصدد شرح الشابتر 3 Performance of Feedback Control System. وهنا سنتكلم على طريقة or the practical determination of a transfer function of a first order system. If we can identify T and K، يعني أهم شيء في first order system هو ال T وال K، زي ما قلنا أنه the general form of a first order system هو K على TS plus 1، يعني العناصر المهمة هي sorry هي ال K وال T. From laboratory، فرضا يعني عندنا اختبار أو عندنا testing، we can obtain the transfer function of the system. For example، assume the unit step response given in the figure. فرضا عندي نظام من نوع الفيرست اوردر سيستم، وكنت يعني اجريت قياسات كل مره، يعني اعطي انبوت واشوف، يعني اعطي انبوت واشوف الاوتبوت، اعطي انبوت اشوف الاوتبوت، يعني في الاخير I can find this curve. فرضا عندي هذا الكيرف، من خلال الكيرف سنرى كيف نكمل بقية عناصر الـ First Order System، أو كيف يمكن أن نحسب الـ Transfer Function of a First Order System. So, from the response we can measure the time constant, that is the time for the amplitude to reach 63% of its final value. كما قلنا، من خلال الكيرف يمكنني أن أحسب الـ Time Constant. ما هو الـ Time Constant؟ نعرفه بعدما نعرفه، يعني سنرى الطريقة. التايم كونستنت بكل بساطة هو الوقت، هو الوقت من الصفر إلى وقت معين. خلال هذا الوقت النظام سيصل إلى إيش؟ سيصل إلى 63% من قيمته النهائية، لكن أنا أعلم القيمة النهائية التي هي تقريبا هنا 0.72. Since the final value about 0.72, the time constant is evaluated where the curve reach 0.63 مضروب في 72 تقريبا تساوي 0.45 or about 0.13 second. يعني التايم كونستنت هذا هو تقريبا 0.13، يعني خلال 0.13 second النظام سيصل إلى 63% من قيمته النهائية. الكي 0.72 هي sample steady state value، يعني القيمة النهائية للنظام، the final value. هذا هو يعني كيف يمكنني أن أحسب ال K و T. ومن هنا the transfer function is obtained by the following: CS over R of S. ال K هو steady state gain الذي هو يساوي 0.72 وهو من خلال الكير معلوم، ثم أنه 0.13 يعني جبناه من خلال 0.63% من القيمة النهائية، هذا هو التايم كونستنت. وبالتالي الترانسفير فانكشن يعني بعد ما نحولها و يعني نحسنها تصبح يعني 5.5 تقسيم S plus 7.7. Thank you very much.